بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع هذه الدورة المباركة وهي دورة أصول القراءات إفرادا مع قراءة الإمام ابن كثير المكي. نذكر بالكتاب المعتمد وهو كتاب الدور والحسان في القراءات العشر للقرآن قراءة ابن كثير المكي. مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة، تحدثنا فيها عن مذهب الإمام ابن كثير في الإدغام الصغير، وقلنا أنه الإمام ابن كثير أظهر الإثناء عند الذال من قوله تعالى يلهث ذلك، كما قلنا أنه الإمام ابن كثير يدغم النون في الراء من قوله تعالى وقيل من راق، أيضا يدغم اللام في الراء في كلا بل رانا بل رانا، وأيضا يقرأ موضعان قرأهما على صيغة الأمر هي قوله تعالى قال ربي فتقرأ قل، فتضغم اللام في الراء قل ربي وقل رب. كما قلنا أنه أظهر الإمام ابن كثير الباء عند الميم في قوله تعالى ويعذب من، فهو يقرأ بإظهار هذه الباء، يقرأ بإظهار الباء من قوله تعالى ويعذب من، طبعا هو يقرأ بجزم هذه الباء ومن ثم يعني يظهر هذه الباء. وقلنا أيضا للبز في قوله تعالى اركب معنا وجه الإدغام والإظهار ولقنبل فقط الإدغام. ثم انتقلنا لبعض الملاحظات، قلنا أنه ترك الإمام ابن كثير السكتات الواجبة عند حفص، طبعا يدغم ما يصلح منها للإدغام. أيضا لابن كثير الإظهار في قوله تعالى أو في فتحتي سورتي ياسين وياسين وسورة القلم. ثم انتقلنا إلى حكم التقاء الساكنين، وقلنا إذا التقى ساكنان في كلمتين فإن ابن كثير يحرك الساكن الأول بالضم إذا كانت الكلمة الثانية يبتدأ بها بضم بهمزة وصل مضمومة. وأتينا بالأمثلة أمامنا على الشاشة. ثم انتقلنا إلى باب الألفات السبعة، وأخذنا أول لفظة هي كلمة سلاسلة، وقلنا أن الإمام البز يقرأ كالإمام حفص، أما الإمام قنبل فحذف الألف في الحالين سواء وصلا أو وقفا كما هي موجودة أمامنا على الشاشة، وأيضا هنا موضح بشكل آخر على الشاشة نفس الفكرة. اللفظة الثانية هي لفظ قواريرا، طبعا الموضع الأول من صورة الإنسان. الإمام ابن كثير قرأ بالنصب مع التنوين فتقرأ قواريرا، طبعا وإذا وصلنا بما بعد سيكون في عندنا إخفاء. اللفظة الثالثة لفظ ثمودة، فالإمام ابن كثير قرأها بتنوين الدال ثمودا، وهذه المواضع الموجودة عندنا في القرآن. بهيك بكون راجعنا المحاضرة السابقة. مين عنده سؤال؟ مين عنده استفسار؟ طيب ننتقل إلى محاضرة اليوم. محاضرة اليوم محاضرة قيمة وجميلة نوعا ما، هي قد تكون طويلة، نحاول اختصارها في قدر الإمكان، لكنها إن شاء الله مفيدة جدا وسنستفيد منها بإذن الله تعالى. سنتحدث بداية عن باب الفتح والإمالة، سأختصر قدر الإمكان. طبعا تعريف الفتح، الفتح هو فتح القارئ فمه بالحرف. أما تعريف الإمالة فلغة هو التعويج أو العدول إلى الشيء والإقبال عليه. أما اصطلاحا هو أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف التي بعدها نحو الياء، وهي تنقسم إلى قسمين، إما الإمالة الكبرى أو التقليل أو ما يسمى بالإمالة الصغرى. التقليل يسمى بالإمالة الصغرى. طبعا عندنا الألف هنا والياء، فهنا الألف وقعت الإمالة الكبرى بين الألف والياء في المنتصف تقريبا، يعني لو هذه الزاوية قلنا هذه تقريبا 45 راح تكون، طبعا الزاوية كاملة ب 90، فهذه ب 45 45،
الإمالة الكبرى واقعة بزاوية 45 من ناحية الياء، واقعة بزاوية 45 من ناحية الياء، وأيضا كذلك من ناحية الألف. لكن التقليل أو الإمالة الصغرى راح يكون ما بين الإمالة الكبرى والألف. ننتبه إلى هذا الأمر. طبعا احنا لن يعنينا هذا الأمر كثيرا في قراءة ابن كثير، لأن الإمام ابن كثير لا يوجد عنده أي إمالة كما هو سيكون موضح الآن أمامنا. القرآن وله في لفظة مجريها بتاع سورة هود ضم الميم مع فتح الراء بدون إمالة هكذا مجراها، إذا يقرأها مجراها. إذا لا يوجد الإمام ابن كثير عنده أي كلمة فيها إمالة. طبعا نحن نعلم أن القراء يا جماعة انقسموا إلى ثلاثة أقسام من حيث الإمالة، منهم من يميل أو طبعا يدخل معهم أصحاب التقليل أو التقليل زي الإمام ورش. إذا منهم من يميل، ومنهم من يميل يعني بعض المواضع أو قليل المواضع، ومنهم من لم يميل مطلقا كالإمام ابن كثير. ننتقل إلى باب مرسوم الخط. باب مرسوم الخط عندنا يعني قسمين، تاء التأنيث المفتوحة، تاء التأنيث المفتوحة أي المبسوطة، و ما الاستفهامية المسموقة بحرف جر. هذا الباب ينقسم إلى قسمين، قلنا إما تاء التأنيث المفتوحة أو ما الاستفهامية المبسوطة المسبوقة بحرف جر. نأخذ بداية تاء التأنيث المفتوحة. لننتبه إلى شيء معين، أنه إذا كتبت تاء المؤنث المفردة بالتاء المفتوحة يجب عند الإمام ابن كثير الوقف عليها بالهاء. طب هل ورد ذلك كثيرا في القرآن؟ نقول ورد ذلك في 13 لفظة توزعت على 41 موضعا، وذلك في الكلمات التالية. راح نذكر 13 لفظة وهي موزعة على 41 موضعا في القرآن. أول كلمة هي كلمة فطرة. هذه الكلمة فطرة، كيف يقف عليها الإمام ابن كثير؟ فطرة. إذا هذه التاء يوقف عليها بالهاء. الكلمة التي تلي ذلك سنة، يقف عليها سنة. طب إذا وصلها يعني سنة الأولين ما فيها مشكلة، تقرأ بالتاء كباقي القراء، لكن الفكرة عند الإمام ابن كثير في حال الوقف، إذا وقف على هذه الكلمات يوقف عليها بالهاء. اللفظة الثالثة هي لفظة امرأة اللي فيها التاء المبسوطة المفتوحة. لعنت، رحمة، نعمة يقف عليها نعمة، بقية يقف عليها بقية، ومعصية ومعصية، كلمة يقف عليها كلمة، قرة يقف عليها قرة، شجرة يقف عليها شجرة، وجنة يقف عليها وجنة. اللفظة الأخيرة هي ابنة يقف عليها ابنه، ابنه بالهاء. إذا مذهب الإمام ابن كثير كما قلنا يقف على هذه الكلمات بالهاء. أنا ملاحظة مهمة، أنه يلحق بتاء التأنيث المفتوحة 4 ألفاظ ويقف عليها الإمام ابن كثير بالتاء. إذا ممكن واحد يسأل، طب لماذا هذا نأتي بها؟ ما هو مثل باقي القراء. نقول هذه المواضع الستة والآن راح نذكركم إياهم، هذه الكلمات أو هذه المواضع أو هذه الألفاظ الستة لها كيفية معينة عند بعض القراء يقرؤوها بكيفية، منهم من يلحقها بهذا الباب ومنهم من يستثني، كما الإمام ابن كثير استثنى 4 ألفاظ منها. إذا لها حالة خاصة، الآن إن شاء الله راح نتحدث عنها. إذا يلحق بتاء التأنيث المفتوحة 4 ألفاظ ويقف عليها الإمام ابن كثير بالتاء. إيش هي هذه الألفاظ؟ مرضات، وإذا حيث وردت في القرآن وقفا يوقف عليها مرضات، مرضات. تمام، اذا كيف يقف عليه الامام ابن كثير؟ بالتاء. اللفظه الثانيه ذات بهجه، كيف يقف عليها؟ ذات، ذات
بالتاء. اللفظة الثالثة هي كلمة اللات، اللات والعزى، كيف يقف عليها الإمام ابن كثير؟ اللات، اللات كباقي القراء أو يعني كمعظم القراء. الكلمة الرابعة وهي ولات، يقف عليها ولات، ولات. طب لو وصلها ولا تحين، مثل باقي القراء، لكن الفكرة عنده في حال الوقف هذه الكلمات الأربعة ابن كثير لا يلحق بهذا الباب، لأنه هذا الباب عنده إيش أو كيف يقرأه بشكل عام، ويقرأ بإبدال هذه التاء إلى هاء، لكن هذه الأربعة ألفاظ لم يلحقها بهذا الباب، وإنما تعامل معها كمعظم القراء، بمعنى أنه يقف عليها بالتاء: مرضات، ذات، لات، اللات، عفوا اللات، ولات. طيب، أما لفظة يا أبتي وأينما وردت في القرآن، فالإمام ابن كثير يقف عليها يا أبه، يا أبه بالهاء، ولاحظوا هنا وضع لكم إشارة الهاء بمعنى هاء بالهاء، يعني يقف عليها بالهاء. إذا كيف يقرأ الإمام ابن كثير في حال الوقف؟ يا أبه. طب لو في حال الوصل يا أبتي، في حال الوصل ما في مشكلة، يقرأ بالتاء، أما وقفا فيقرأها بالهاء يا أبه. اللفظة الثانية هي لفظ هيهات. الإمام ابن كثير، الإمام ابن البزي يقف عليها بالهاء: هيهاه، هيهاه. طب الإمام قنبل يقف عليها بالتاء كحفص. إذا في كلمة هيهات اختلف الرويان، الإمام البزي يقف عليها بالهاء، أما قنبل يقف عليها بالتاء. إذا الإمام قنبل يعني تعامل معها كالأربع كلمات السابقة اللي قبل قليل تحدثت عنها، أما الإمام البزي فهو ألحقها بالباب عموما. ما هو يعني حكم الباب عند الإمام ابن كثير بشكل عام؟ قلنا أنه يقف على هذه الكلمات وما شابهها بالهاء، لذلك الإمام البزي وقف عليها بالهاء، أما قنبل فوقف عليها بالتاء. هذه الكلمات الستة نظمها الإمام والعلامة الملا القاري رحمه الله في شرحه على المقدمة الجزرية، وقال: واللات مع لات كذا مرضاتي، ويا أبتي وذات مع حيهاتي. هذه الكلمة الأولى اللات، لات، مرضات، هي ثلاث كلمات: يا أبتي وذات وهيهات، هي ست كلمات. هذه الكلمات الستة تلحق بهذا الباب، كما قلت بعض القراء يقف على جميع هذه الكلمات ويلحقها في الباب نفسه، بمعنى أنه يقف عليها بالهاء. بعض القراء لا، استثنى بعض منها، بعض القراء لم يتعامل معها، تعامل معها بشكل عادي كباقي، مثل الإمام حفص يقف على اللات، لات، مرضات، يقف عليهم كلياتهم، كل هذه الكلمات بالتاء. لكن الإمام ابن كثير لا، تعامل مع ست كلمات اللي هي، عفوا، تعامل مع أربع كلمات اللي هي اللات ولات ومرضات وذات، تعامل معهم بأنه يقف عليها بالتاء. أما يا أبتي فيقف عليها بالهاء، وهيهات قلنا الإمام البزي يقف عليها بالهاء، أما قنبل يقف عليها بالتاء. واضح الأمور يا جماعة في هذا الأمر؟ واضح ولا أوضحها كمان؟ ننتقل إلى ما يلي ذلك. ما الاستفهامية وهو القسم الثاني من هذا الباب؟ ما الاستفهامية المسبوقة بحرف جر؟ وردت ما الاستفهامية المسبوقة بحرف الجر في الخمسة الألفاظ التالية: اللفظة الأولى هي عم، اللفظة الثانية مما، اللفظة الثالثة بما، اللفظة الرابعة فيما، اللفظة الخامسة لما. هذه الخمسة ألفاظ الموجودة عندنا في القرآن وردت ما الاستفهامية في المسبوق بحرف جر في هذه الألفاظ الخمسة. طيب، الإمام قنبل يتعامل معها كباقي القراء، أما الإمام البزي فله في الألفاظ الخمسة وجهان، هما: الوجه الأول هو الوقف عليها بعدم السكت أي الإسكان كحفص، وهو المقدم، يعني يقف عليها عم، بم أو لم، يقف عليها بالإسكان كحفص، وهذا هو الوجه المقدم. أما الوجه الثاني فهو الوقف عليها بهاء السكت،
عمه، لمه، بمه، هكذا. سنأخذ هذه الألفاظ الخمسة الآن. إذا البذل في الألفاظ الخمسة وجهان هما إما بعدم السكت كحفص طبعا وهو المقدم، أو بهاء السكت. اللفظة الأولى عم، لنا وقفا، إما عم يعني بالإسكان أو بهاء السكت، عمه عمه. مما، إما الوقف عليها مم أو الوقف عليها ممه. إذا الوقف عليها إما مم أو ممه. اللفظة الثالثة بما، كيف يقف عليها؟ إما أن يقف عليها بم أو بما بما. اللفظة الرابعة فيما، إما أن يقف عليها فيم أو فيما. اللفظة الخامسة لم أو لما. إذن هذه الألفاظ الخمسة. إذن الإمام البز يقف عليها بوجهين، إما الإسكان وإما بهاء السكن. طيب، في حد عنده سؤال فيهم يا جماعة؟ في حد عنده سؤال فيهم؟ طبعا مواضيعهم موجودات عندنا في الكتاب، ممكن ترجعونهم في الكتاب، ستجدوا يعني المواضع التي وردت فيها هذه الكلمات. لا، احنا مش معنيين الآن في المواضع بقدر ما احنا معنيين الآن بأن نفهم هذا الباب. في حد عنده سؤال؟ أبو فتحي تفضل. السلام عليكم شيخ، وعليكم السلام، حي الله حي الله بالحبيب الغالي. الله يعطيك العافية شيخنا، حياك الله. بقيت بدي أسأل، يعني إيش يعني من يعني إيش أضاف الهاء، يعني من وين أجت، يعني لا هي رسم ولا هي مثلا، ولا كيف، يعني إيش السبب، يعني إنه ولا هي رواية هيك وخلاص. جميل جدا. طبعا هذه اللغة من لغات العرب، أنها إذا كانت ما الاستفهامية وسبقة بحرف جر، فإن العرب بشكل يعني بعض قبائل العرب كانت تقرأ هذه أو تقرأ تقف على هذه الكلمة بهاء السكت. والقرآن كما تعلمون هو نزل بلغة العرب، لذلك إحدى الروايات أو يعني بعض الأسانيد التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عليها بهاء السكت، لذلك هذه رواية بناء على لغة من لغات العرب. شيخ شامخ رفع اليد. شيخ العفو، العرب تقف بهاء السكت لبيان حركة آخر الكلمة. صحيح، فتح الله عليك. هاء السكت طبعا يا جماعة فائدتها وبيان حرف الأخير من الكلمة. أنا لما أقف عمه عمه بينت أن هذه الميم مفتوحة ممه، فإذا فائدة هاء السكت هي لراحة القارئ يقف عليها ويرتاح، إضافة إلى أنه يظهر حركة الحرف الأخير من هذه الكلمة. فتح الله عليك الشيخ شامخ. في حد عنده استفسار أو ملاحظة على هذا الباب؟ طيب، ننتقل إلى البيت الذي أو الباب الذي يلي ذلك، هو باب ياءات الإضافة. ياءات الإضافة هي ياء تستخدمها العرب للتعبير عن المتكلم المفرد، وننتبه أنها أن لهذه الملاحظة، وهي أنها هذه الياء هي زائدة عن بنية الكلمة، هي زائدة عن بنية الكلمة. نقول مثلا فطرني كتابي أو بكتابي. طب لما نقول إحنا هي ياء تستخدمها العرب للتعبير عن المتكلم المفرد وهي زائدة عن بنية الكلمة، لما قلنا زائدة خرج بقولنا يهدي سآوي، ولما قلنا المفرد الياء الدالة على غير المفرد نحو حاضري، هذه ليست بياء إضافة. إذن هذه علامات من ضمن العلامات صحة إحلال الكاف أو الهاء محلها. فنقول إيش في نحو فطرني، فنقول فطرك وفطره، هذا يدل لنا على أن هذه هي ياء إضافة، يدل لنا على أن هذه الكلمة ياء إضافة. طبعا عندنا في الكتاب أيضا
تفصيل جميل جدا، أرجو من الجميع ترجعوا له الآن يعني حتى لا يدركنا الوقت. يعني سأنتقل إلى الشريحة أو الأمر الذي يلي ذلك. السؤال يقول: أيهما الأصل، الإسكان أم الفتح؟ مين عارف يا جماعة؟ مين يقول لي أيهما الأصل في ياء الإضافة، هل الإسكان أم الفتح؟ شيخ جاسم، الأصل فيها الإسكان شيخ. وما هو دليلك؟ والله يا شيخ أنا طيب هو صح، كلامك صح. نلاحظ يا جماعة أنه الأصل يعني أو يعني المعمول به أو الغالب عند العلماء أنه الإسكان هو الأصل لأنها مبنية، والأصل في البناء السكون، وأكثر ياءات الإضافة في القرآن هي ساكنة، لذلك قالوا أنه الإسكان هو الأصل، والبعض قال لا الفتح هو أصل ثاني، هو أصل ثاني. البعض قال من العلماء أنه الفتح هو أصل ثاني، لكن الأشهر والأقوى أنه الإسكان هو الأصل في ذلك. طيب أقسام ياءات الإضافة، عندنا في ياءات الإضافة ما اتفق القراء على إسكانها وهي الأكثر في القرآن، جملتها 566 ياء، هذا اتفق القراء على إسكانها، تمام؟ كم جملتها في القرآن؟ 566 ياء. القسم الثاني ما اتفق القراء على فتحها، وجملتها في القرآن 98 ياء. طيب سؤال الآن، هل هذه 98 ضمن ال 566؟ نقول لا، هذه متفق على إسكانها 566، أما 98 ليست من جملة هذه الياءات، إنما هي ياءات يعني غير هذه المجموعة، جملتها 98، وهذه متفق بين القراء على فتحها. أما ما اختلف القراء فيها بين الفتح والإسكان، جملتها 212 ياء، 212 ياء في القرآن، وهي مقسمة إلى 6 أقسام بالنسبة إلى ما بعدها. يعني ننظر إلى ما بعدها، هل مثلا ما بعدها همزة مفتوحة، هل همزة مضمومة، هل كذا، الآن راح نأخذهم، لكن جملتهم بشكل عام كم؟ 212 ياء في القرآن، وهي مقسمة إلى 6 أقسام. إذا ياءات الإضافة بداية هي مقسمة إلى 3 أقسام، ما اتفق القراء على إسكانها 566 ياء، القسم الثاني ما اتفق القراء على فتحها وجملتها 98 ياء، القسم الثالث ما اختلف القراء فيها بين الفتح والإسكان، وإذا قلنا ما اختلف فيها معناته ليست من ضمن لا القسم الأول ولا ضمن القسم الثاني، هي ياء أو هي مجموعة جديدة. هذا القسم مقسم إلى 6 أقسام، اللي هو المختلف فيه بين القراء مقسم إلى 6 أقسام، لنرى الآن. أقسام ياءات الإضافة، يأتي بعد ياء الإضافة إما همزة قطع مفتوحة أو همزة قطع مكسورة. طبعا همزة قطع مفتوحة وردت في 99 موضع، المكسورة وردت في 52 موضع، همزة القطع المضمومة وردت في 10 مواضع، همزة وصل في أل التعريف وردت في 14 موضع، همزة وصل مفردة وردت في 7 مواضع، ليس بعدها همزة مطلقا، لا همزة قطع ولا همزة وصل في 30 موضع. ممكن حد يسأل إيش الفرق بين 4 و5، القسم الرابع والقسم الخامس. القسم الرابع همزة وصل لكن في أل التعريف، أما في الخامس هي همزة وصل بدون أل التعريف، يعني ليست في أل التعريف. والآن راح نأتي على هذه الأمثلة. طب مذهب الإمام ابن كثير في ياءات الإضافة، يفتح الإمام ابن كثير كل ياء إضافة تلتها همزة قطع مفتوحة في كل القرآن نحو إني أعلم إلا ما استثني له، بعض الاستثناءات موجودة، لكن الإمام ابن كثير يفتح كل ياء إضافة بشكل عام إذا تلتها همزة قطع مفتوحة. أيضا يفتح الإمام ابن كثير كل ياء إضافة تلتها همزة وصل من أل التعريف في كل القرآن نحو ربي الذي إلا ما استثني له، في هناك بعض الاستثناءات. أيضا يفتح الإمام ابن كثير كل ياء إضافة تلتها همزة وصل مفردة في كل القرآن
إلا ما استثني له، نحو يعني الذي يفتحها إن قومي اتخذوا، فهو يقرأ بفتح هذه الياء. أيضا قرأ الإمام ابن كثير بالإسكان أو بإسكان كل ياء إضافة لها همزة قطع مكسورة في كل القرآن، نحو أجري إلا موضعين قرأهما بالفتح، يعني أي همزة هي إضافة ثلاثة همزة قطع مكسورة تقرأ بالإسكان في كل القرآن إلا موضعين، هما الموضع الأول قوله تعالى ملة آبائي إبراهيم، فقرأها بإيش؟ بالفتح، قرأها بالفتح. الموضع الثاني قوله تعالى فلم يزدهم دعائي إلا فرارا من سورة نوح، فهذا الإمام ابن كثير قرأها بفتح هذه الياء. لكن باقي المواضع غير موضع دول كلهم قرأهم بالإسكان. طيب قرأ الإمام ابن كثير بإسكان كل ياء إضافة ثلاثة همزة قطع مضمومة في كل القرآن، نحو إني أريد، طبعا فيش عندنا أي استثناء في هذا القسم، فيش عندنا أي استثناء في هذا القسم. القسم الذي يلي ذلك هو أن الإمام ابن كثير قرأ بإسكان كل ياء إضافة إذا لم يأتي بعدها همز إلا الخمسة المواضع التالية. الإمام ابن كثير يقرأ كل ياء إضافة إذا لم يأتي بعدها همز قرأها بالإسكان إلا الخمسة مواضع التالية. الموضع الأول في سورة الأنعام الآية 162 قرأها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا قرأها بإيش يا جماعة؟ قرأها بالفتح. طيب سؤال الآن، ومماتي ومحياي ومماتي يا إضافة لم يرد بعدها همز، الأصل فيها إيش؟ الإسكان، لكن عند الإمام ابن كثير الموضع هذا تحديدا قرأه بالفتح. طب عندنا ومماتي لله، لا رجعت للقاعدة العامة أنه يقرأها بالإسكان، يقرأها بالإسكان. أما مع حياي لأن هذا الموضع من الاستثناءات عند الإمام ابن كثير فقرأها بالفتح. الأمر الثاني في سورة مريم الآية 4 وإني خفت الموالي من ورائي وكانت، ورائي وكانت، هذا الموضع أيضا من المستثناءات عند الإمام ابن كثير. الموضع الثالث في سورة النمل الآية 20 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى، ما لي لا، إذا هو قرأها بفتح هذه الياء. الموضع الرابع أو الأمر الرابع في سورة ياسين الآية 22 قوله تعالى وما لي لا أعبد، قرأها الإمام ابن كثير بفتح هذه الياء وما لي لا أعبد. الموضع الخامس والأخير وفي سورة فصلت الآية 47 في قوله تعالى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا، شركائي قالوا، إذا بفتح هذه الياء. أنا ملاحظة جميلة للبذل في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، دينكم ولي دين، الآية 6 من سورة الكافرون، وجهان. الوجه الأول إما إسكان الياء وهو المقدم ولي دين أو بالفتح ولي دين، إذا الإمام البزي يقرأ إما بالإسكان وإما بالفتح. طب الإمام قنبل، الإمام قنبل يشترك مع البزي في وجه الإسكان في الوجه الأول، إذا الإمام ابن كثير بشكل عام له الإسكان ولي دين، ولكن الإمام البزي زاد وجه آخر ووجه الفتح فتقرأ عنده ولي دين، ولي دين. هيك احنا انتهينا من ياءات الإضافة، في حد عنده سؤال فيها؟ طيب ننتقل الآن إلى باب ياءات الزوائد. ياءات الزوائد هي كل ياء زائدة، أو هي عفوا كل ياء متطرفة تثبت في التلاوة زيادة على رسم المصحف، وهي إما لام الكلمة أو ياء المتكلم. إذن هي إما لام الكلمة أو ياء المتكلم. طبعا هي زائدة عند من أثبتها، وعند من لم يثبتها لا تعتبر زائدة، وهذه نقطة مهمة يا جماعة، يعني أحيانا إذا لم تكن موجودة في قراءة من القراءات لا تدخل ضمن ياءات الزوائد. إذا كانت هذه الكلمة أو هذه الياء لا تلحق بهذه الكلمة
عند قارئ من القراء فهي لا تدخل ضمن ياءات الزوائد، لأنه إحنا نتحدث عن ياء زائدة بمعنى أنها زائدة عن رسم المصحف عند هذا القارئ أو هذا الراوي، لذلك ألحقت بباب اسمه ياءات الزوائد، فلا بد أن ننتبه إلى هذه الملاحظة المهمة. والياءات قسمان، ياءات الزوائد قسمان، القسم الأول ما هو زائد عن الكلمة نحو نكير وعيد، نحو أكرماً تقرأ أكرمني وعيدي، هذه زائدة عن الكلمة، وهي ومنها ما هو أصلي نحو قوله تعالى المناد يسر، إذا ألحقنا بها ياء زائدة تصبح يسري المنادي، إذا هناك الياءات قسم منه زائد عن الكلمة وقسم منه هو أصلي في الكلمة. راح نلاحظ أن الإمام ابن كثير أثبت من الياءات الزوائد 19 ياء في القرآن الكريم، وذلك وصفا ووقفا، وتفصيلها كالآتي، راح نمر عليها بشكل سريع لن نتحدث عنها لأن 19 موضع، راح تكون موجودة أمامكم على الشاشة، موجودة عندنا في الكتاب، هي عندنا 5 مواضع نحو يأتي، تقرأ وصفا ووقفا عند الإمام ابن كثير يأتي، تؤتوني تؤتوني، المتعال المتعالي، هذه الكلمات موجودة عندنا، أو هذه 5 أخرى اللي حاب يصورها، وهذه 5 أخرى، احنا قلنا 19 موضع، هي أخذنا هي 15 موضع، وهي 4 المتبقية هي 19 موضع، إذا كلمة الجواري كيف تقرأ؟ الجواري، المنادي المنادي، تمام يا جماعة؟ ننتبه إلى هذا الأمر. تمام، إذا هذه بشكل سريع هذه الشرائح أو هذه المواضع، هذه المواضع أخذناها بشكل سريع، ويعني من أراد الاستزادة فيرجع إلى الكتاب إن شاء الله الموجود فيها بشكل مفصل. الأمر الثاني حذف ابن كثير وصل وقف الياء الزائدة في قوله تعالى فما آتاني الله، فتقرأ فما آتان، ولو وصلنا آتان الله، طبعا في حال الوصل التقاء ساكنين تحذف، في حال الوصل التقاء ساكنين تحذف، لكن هو بشكل عام حذف وصلا وقفا في يعني تقرأ آتان، في حال الوصل آتان الله، إذا محذوفة وصلا ووقفا. الأمر الذي يلي ذلك أثبت البز الياء الزائدة وصلا ووقفا في 5 ألفاظ هي الموجودة أمامنا على الشاشة، دعاء تقرأ دعائي في حال الوصل وفي حال الوقف، الداعي تقرأ الداعي، بالوادي إن شاء الله راح نأتي على تفصيلها بعد قليل، أكرما أكرمني، أهانا أهانني، هذه 5 ألفاظ قرأ الإمام البزي بإثبات الياء الزائدة وصلا ووقفا. أيضا تفصيلها في الكتاب يا جماعة، ممكن ترجعوا لها في الكتاب موجود فيها تفصيل، يعني حبيت ناخذ الأمر بشكل سريع. عندنا الأمر الذي يلي ذلك أثبت الإمام قنبل الياء الزائدة وصلا ووقفا، أيضا وصلا ووقفا ننتبه إلى ذلك في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إذا من قوله تعالى يتقي ويصبر كيف تقرأ؟ من يتقي ويصبر، يتقي ويصبر، إذا الإمام قنبل أثبت هذه الياء وصلا ووقفا، أثبت هذه الياء وصلا ووقفا. الأمر الذي يلي ذلك الإمام ابن كثير أثبت وقفا الياء الزائدة في عدد من الألفاظ، نلاحظ هنا وقفا فقط وصلا لا، أما وقفا أثبت الياء، هذه موجودة أمامنا على الشاشة 4 مواضع، هاد تقرأ هادي وقفا، طب وصلا لا هاد يعني بدون ياء، وال تقرأ وقفا والي، واق واقي، باق باقي، هذا وقفا، أما في حال وصل فهذه الـ4 ألفاظ تقرأ بدون ياء، تقرأ بدون ياء، بمعنى هذه الياءات أثبتها الإمام ابن كثير فقط في حال الوقف ولم يثبتها في حال الوصل. الأمر الذي يلي ذلك أثبت الإمام ابن كثير وقفا الياء الزائدة بخلف عنه في قوله تعالى والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ينادي،
أثبت الإمام ابن كثير بخلف عنه، إذا له إما الإثبات وقفا ينادي، وإما الحذف وقفا تقرأ يناد يناد. إذا الإمام ابن كثير قرأها لفظ الجماعة بخلف عنه، بخلف عنه أي الوجهين، إما بإثبات الياء أو بحذف الياء. ولاحظوا أما كلمة المنادي فقرأها الإمام ابن كثير وصلا وقفا بإثبات هذه الياء. هذا مش مناط حديثنا الآن، نحن نتحدث الآن عن كلمة ينادي، فإما بإثبات الياء وإما بحذف هذه الياء، إما بإثبات الياء وإما بحذف هذه الياء. طبعا حديث عن حال الوقف، في حال الوقف. طيب الأمر الذي يلي ذلك، اختلف الراويان ابن كثير في قراءة موضع سورة الفجر وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون على النحو التالي، عندنا البزي وعندنا قنبل. طبعا البزي له وقفا ووصلا إثبات الياء، وقفا ووصلا بإثبات الياء بالوادي، بالوادي وفرعون، إذا يثبت هذه الياء وصلا ووقفا. أما قنبل فالأمر عنده على قسمين، إما وصلا وإما وقفا، إما طبعا وصلا راح يكون بإثبات الياء، وصلا راح يكون بإثبات الياء فتقرأ بالوادي وفرعون، أما وقفا فوجهين له، إما بالحذف وإما بالإثبات فتقرأ بالحذف بالواد وبالإثبات بالوادي. إذا اختصار الكلام يا جماعة، الإمام البزي قرأ بإثبات الياء وصلا ووقفا، والإمام قنبل وافق في حال الوصل، إذا أثبتها الياء في حال الوصل. أما في حال الوقف فقنبل له إما بالحذف وإما بالإثبات. إذا نروح نلاحظ أن الإمام ابن كثير وصلا ووقفا أثبت الياء، لاحظوا أنا أقول الإمام ابن كثير أثبت الياء وصلا ووقفا، والإمام قنبل زاد في حال الوقف حذف هذه الياء. أكرر هذه العبارة، الإمام ابن كثير أثبت الياء وصلا ووقفا، والإمام قنبل زاد وجه آخر هو حذف هذه الياء في حال الوقف. طب ما هو الوجه المقدم عند الإمام قنبل؟ الإثبات في حال الوقف، الإثبات. إذا وقفنا على الإمام قنبل أول ما نقف بالوادي ثم نقف بالواد، تمام؟ إذا المقدم هو أداء هو الوقف بالإثبات. طيب هيك احنا بنكون انتهينا من الحديث عن ياءات الزوائد، لكن يعني كملحق بهذا الباب، اتباع اثبات الياء وصلا في ياءات الزوائد لعلتين هما اتباع النقل الوارد عن الشيوخ بسندهم لرسول الله، اذا هو رواية، والامر الثاني اتباع الاصل، والاصل في هذه الياءات الاثبات، وإنما حذفت إما تخفيفا أو بناء، حذفت إما تخفيفا أو بناء. الأمر الأخير راح نتحدث عن الفروق بين ياءات الزوائد وياءات الإضافة. ياءات الزوائد توجد في الأسماء والأفعال فقط، توجد في الأسماء والأفعال، أما ياءات الإضافة فتوجد في الأسماء والأفعال والحروف. إذن ياءات الزوائد توجد فقط في الأسماء والأفعال، أما ياءات الإضافة فتوجد في الأسماء والأفعال والحروف. ياءات الزوائد محذوفة في المصاحف. طب واحد يقول لي طب احنا بنراها في المصحف، نقول هذه زوائد، يعني هذه من ضبط العلماء، احنا قلنا محذوفة في المصاحف أي المصاحف العثمانية، فهي ليست موجودة في المصاحف العثمانية. أما ياءات الإضافة فثابتة في المصاحف، فثابتة في المصاحف. ياءات الزوائد تكون أصلية وزائدة، أما ياءات الإضافة فهي زائدة عن الكلمة وليست من أصولها. الأمر الرابع أن الخلاف دائر في ياءات الزوائد بين الحذف والإثبات، أما في ياءات الإضافة فالخلاف دائر بين الفتح والإسكان، دائر بين الفتح والإسكان. هيك احنا نكون انتهينا من لقاء اليوم، محاضرة اليوم. مين حابب يوضح له شيء معين او انبه على شيء معين؟
كما تحدثت في لقاء اليوم، هو بداية لقاء اليوم، هو الباب اليوم أو اللقاء اليوم خفيف وظريف، لكن كالعادة نقول لا يمنع ذلك أنه إحنا نسأل إذا في سؤال غامض. إذا في نهاية هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أقول والحمد لله لها ختامه، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.